بشهر رمضان المبارك أكيد بزيد استخدامنا لغرفة الطعام أو طاولة الطعام، خلينا نقول بالمنزل كل العائلة لازم تجتمع حواليها بموعد واحد، وكمان بتكتر العزايم والزيارات، لهيك لازم تكون الجلسة مريحة للجسم وللعين وتكون هيك كمان جلسة جميلة يعني. تماماً، وما حنحكي بتكلف ولا حنحكي بقدرة مادية عالية، رح نحكي ولو زاوية صغيرة، حتى أنه بعض ستات البيوت بيزينوا زاوية الأكل أو طاولة الأكل إن كان بشمعدانات أو بشرشف طاولة أو بفوانيس معينة، صحون التمر والشوكولا، المهم يوحوا بانطباع رمضان. بكل هالأمور رح نتوسع بقواعد لتغيير الديكور بما يناسب الشهر الفضيل بلمسات بسيطة مع مهندسة الديكور غنى خير. أهلا وسهلا فيكي، رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. رمضان كريم ينعاد عليكي غنى. يمكن لما مننعزم نروح عزيمة أو بيجي حد لعنا، أكثر شيء عن جد بيكون ملفت طاولة الطعام، وخاصة لما بيكون في عليها هيك أجواء عن جد تحسي إنه رمضان. يعني بداية خبرينا قد إيه هذا الموضوع ممكن ينعكس على نفسيتنا كنحن أساسا ببيتنا وطاولتنا، أو لا نحن لما نروح معزومين عند حدا؟ مزبوط. هلا نحن بشكل عام يعني أنت أحيانا إذا بنحكي كنفسية دائما نحن بنقول لما بتغيري مكان كنباية من مكان لمكان، فأنت لما بتفوتي على مكان نفسه بس أنت غيرتي فيه شيء فأنت بتحسي إنه في شيء جديد فبتحبي. صح. فما بالك إذا هو شهر عم بيجي مرة بالسنة، فأنت ممكن تضيفي هي إضافة معينة أو شغلات بسيطة مثل ما حكيت ورد، إنه سجادة، إضاءة مثلا، فوانيس صغيرة بتنحط. هلا ممكن أنا أحط مثلا، أنا من الأشخاص اللي ما بحب مثلا أحط على الطاولة لأنه بخاف إذا بدي أحط الشموع وكذا تقوم توقع، فأنا ممكن أحط على المدخل البيت. يعني انت ممكن تحطي زاويه صغيره منهم انه يكونوا الهلال والاضاءه والفوانيس على الارض بشكل متوزع ومختلف. تمام. فبتخيل اي شيء تغيير هي ما لنا معتادين عليه فهو تغيير للنفسيه. تماما. خلص اجى رمضان، هذا رمضان ضيفنا الحبيب اللي نحن بننطره كل سنه للثانيه، فمن حقنا قدام ضيفنا نعمل كم تغيير شوي، ندلله رمضان لانه هو بدللنا بعدين. طيب حتى ندلل غرفه القعده، تعالي نتخيل قدامنا غرفة قاعدة وإجا رمضان، شو بتغيري فيها كمهندسة ديكور؟ هلا أنا ما مثل ما قلت لك أنا ما بغير، بضيف. شو بضيف؟ أوكي، هلا إذا نحن عم نحكي على طاولة اللي هي بنقول الطاولة الموجودة بالنص أو طاولة بنقول القهوة والشاي، فأنا ممكن أحط يلي هو مثلا مثل الحبال اللي هدول الناعمين مع السجادة اللي نحن بنعرفها اللي هي المطرزة يلي بتحس أول ما تشوفها إنه هي طابع رمضان اللي بيكون عليها الشيء الدمشقي أو الأرابيسك، بيكون لونها على خمري على وذهبي وبرونز، الألوان اللي بتفوت فيه لأي ناس بتحط برونز وبحاط فيهم بالمرة، هي ألوان رمضان. تمام. زائد إذا أنت فيك تحط شموع، حتى طريقة الشموع وبحس إنه طريقة تقديمة التمور والقهوة كمان بتلعب دور. يعني أنا إذا بدي أقدم الفنجان القهوة الصينية بتلعب معي. صح. دور. فأنا لا بروح بهي الشغلات البسيطة يلي هي ممكن تغير بهذا الموضوع. وزائد ممكن ننزل من وراء مثلا كنباية إذا عندي شباك، فأنا بنزل دول فوانيس صغار بارتفاعات مختلفة عن طاولة التلفزيون، فأنا كمان ممكن أحط مثلا مثل ما الشباب حاطين هون انه فناجين القهوه، هدول الشغلات الديتيلز الصغيره هي اللي بتحرك عنا الجو والمود. تمام. غنى في ناس بتعجقها عرفتي يعني بتلاقي اوكي حبينا الشهر وحبينا الديكور نغير شيء، بتلاقي عن جد بيعجقوها بكل غرفه بكذا الاضويه، بتحسي كل شيء يعني اوكي زينه رمضان بس عجقه. لا تزيدي. فشوفي اخطاء عن جد هون بتصير بما يتعلق بهذا الموضوع. هي الاخطاء مثلا نحن بنجي فيها انه المكان يكون صغير ونحط الزينه كثير كبيره وزياده عن المكان. انا ممكن اكتفي اذا عندي غرفه صغيره انا اكتفي بزاويه معينه، ما في داعي اني انا زين المكان كله والطاوله والارض والسجاد. فهي بس نحن نفكر بالمساحه، اصلا انت ما حتكوني مرتاحه يعني انا الشغلات اللي انا من الاشخاص اللي ما بحب يكون لاقي كراكيب فوق راسي او جنبي، فهي نفسيا والمنظر العام كثير غلط يعني تنعمل. فلا انا انه لا يكون الشيء كثير كبير، ما يكون قريب من المكان اللي انا بمشي حواليه، يعني مثلا انا اكون قاعده ما اترك مسافه انه حتى انا امشي، فانا هي اللي لازم ننتبه عليها وتكون الالوان مناسبه. أوكي. اللي حلو بلشتي فيه غنى انه بتحبي تضيفي مو تغيري، في شغلات ريموفبل، خلص رمضان رجعنا شلناها لرمضان اللي بعده ممكن. مزبوط. تمام. هذا اولا اوفر اقتصاديا، ثانيا
ما بيعجق ست البيت لانه هي ما لها خلق توقف تجلي وتحضر الفطور والسحور وفوق المنا ديكور ومسحوا غبره وشيلوا سجاد. شلتوا السجاد؟ لسه شو حطيته كله؟ انت مو حاطه سجاد لتشيلي؟ طيب حنشوف حنشوف. على كل حال يعني اخذنا منك كم فكره حلوين ممكن يكونوا كل ست بيت ممكن تطبقون ولو بهاند ميد بسيط، كرتون بالزبط. ورق شغلات كتير. عملنا هلال وعملنا فوانيس وما تكلفنا اقتصاديا. اهلا يا غنى، رمضان كريم. بنعاد عليك يا غنى. وكنتي عم تقولي يمكن عن جد في كثير فيديوز اليوم على السوشيال ميديا بتلاقي هيك بطرق كثير بسيطه وبكم دقيقه بتقدر تعمل كراتين. مثل ما حكى ورد انه بالكراتين انا فيني ارسم قص بخ حطيت صارت شيء زينه لرمضان. تمام، اهلا وسهلا فيك دائما غنى معنا. شكرا كثير لك.